أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي يرد على المساعة وما دخلت من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع بعلمه ويوم يناديك من شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كان نعرى منكم ولا تضل ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقنا رحمة منا بمن عند الرب لقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أنت سقما تؤتي من ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئنك بما عندكم ألم تقومن من عند أب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم قلتم نطل منها في شقاق بعيد سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إن في مرة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات تفطرن من فوقهن والملائكة تسبحون من في الأرض ألا إن الله الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله في الدنيا لك وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا تكلم من مغرم الحلوة وتلزم عين لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في السعير ولو شاء الله من دعاكم يدخل من يشاء في رحمته الله لمن ما لكم ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو المحتوي حمدا وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شأنه إلا الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فانظروا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات مطمشا وقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا لك ما وصينا به بر موسى عيسى نقيم الدين تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا عندما تأهب خيام بينهم ونلقل بذلكم تنقض بينهم وإن الذين رهتم عليهم لفي شك منهم مريم فلذلك نقم مرتبع وحكم قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرتني أعدنا بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالكم لكم لا حجة بيننا بينكم بل يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من عبد وجهه بل وحدنا عن عمل وحدهم لهم عذاب شديد الله الذي أنت بالحق والميزان وما تكون عن الساعة قريب يستعجل بها ربها والذين مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن للمرن في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يرد حرة الآخرة نزد له في حرثه ومن كان رحلة منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله والخلق من الظالم لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشركين مقرنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عندهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي محمده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل من مددنا في الغربة ومن يقترب حسنة نتلو فيها حسنة إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشهد ما يقول بك ويمحو الله من حق الكلمات إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقنع العشد وعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يزدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولما سد الله رزقنا بدنا مقام الأرض ولقد ينزل مقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي يخلق من دعاء يعشر حمده وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض بما من دابة وهو على جميع ذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبقدركم وأن قدير وما أنتم بمعجزين فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آية تجعل في البحر كالأعلام إن يشأ يكرر الإخفاء ربك على ظهره إن في ذلك لأنتم صبار شكور
أو يبقى سبع فقط ويعلم من لدى جدلنا في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خلق الذين من ربهم يتوكلون والذين استجابوا لربهم فاشا ودم أخذتم أخبرون والذين استجابوا لربهم أمرهم شور ما زقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم بخيهم هم ينتصرون وتزاو سيدهم مثلها فمن عفا سبحان الله إنه له بالظالمين ولا من انتهم عظم ولك عما عليك من سبيل إنما سيرهم ناسقون في الأرض بغير الحق ولكن لهم عذاب أليم ولمن صبر خفر أن من عزم الأمور ومن يطف من له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا تبع يقولون هل إلى مرد من سبيل وَتَرَاهُمْ يَتَحَاشَرُونَ مِنَ الدُّنْيَا ضُرًّا مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَوْفَ نَخْشَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ أَلَا أَنْتُمْ ضَمَّتُمْ أَلَا نَذَرْتُمْ أَلَا أَنْتُمْ ضَمَّتُمْ مَا هَذِهِ وَقَدَرْتُ أَمْرَكُمْ مَا شَاءَ أَلَا مَا تَرَدُّ عَلِيمَ مَنْ أَنْتُمْ كُنَّا مَرَّتْ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْكَ خَاشِعِينَ مِنَ الْخَوْفِ وَقَالَ الَّذِينَ وَذَرْهُمْ تَخُونُ شِمْنَا تَنْتُمْ خَرْفِينَ بَقْنَا تَمَا إِنَّ قَسَنْ أَفْسَانُ كَمَا أَلَا إِنَّ الظَّهْدَ بِمُقِيمٍ وَمَا كَمْ يَنْسُرُ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يَطْلِلَ فَمَا لَهُمْ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مَا الْمَرَدْتَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ تَأْمَيْتَ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا تنسب منا رحمة فرح بها ونسأل منا اقترفنا الإنسان كفر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وزوجها ذكورنا وإناثا ويدعو لمن يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان بيقنمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب نصر يوحي في ذي ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك هيناك روحا من أمرنا ما كنت تنتبه لإيه مغتنى نرانت به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن تعلكم لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لتنعن حكيم أفرد من صحفا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسل من في الأولين وما تكون بنا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد مضاشا ومضى مثل الأولين ولئن سألهم السماوات كلنا خلقهن العزيز العليم الذي الذي تمضوت له سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء مقدم فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق أزواجكم محرم دعونا من ترقبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نحن تقول سبحانه سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين أم اتخذ من الأرض أصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قضيم أو من شفع دفعه بالخصام خير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم سنكتب شهادة ثم يسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم من أمر يخرسون أما أنهم تبين قلبهم به مسلم سنكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا منكم كفرة من القوم هو إنا وجدنا آباءنا على آثارهم مهتدون قلنا أولئكم اهتموا وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسل به كافرون فانتقموا فكانوا من ضمن المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبي قومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فضلني فإنه سيهدين وجعل لها كلمة باقية فاعقبوا لعلهم يرجعون بل متعت كائنا يا آباءهم حتى جاءهم رسول مبين ولما تلحق قول هذا السر وأن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بالعشرة ورفعنا بعضهم بعضهم أخذ بعضهم بعضهم سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يغفر بالرحمة خصم في مضاد ومعارج عنها يظهرون وليبث من صورة تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
ومن يعش عن ذكر ما قيط شيطان فهو له قرين ورسول ما سبنا مهدد حتى إذا جاءنا قلت بين المشرق بس القرين ولا فقط أنت من قدر من مشاركون أفأنت تسمع من كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو لنقلد وعدتهم أن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من دون الرحمن هدى يعمدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آياتنا أخبرنا أختها وخدمات بنا لهم يرجعون وقالوا يا سهر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفت عنهم تبداهم ينقذون ونادى فرعون في قومه قال أقم سليم ملك النهر تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي مهين ولا يكاد يبين فلولا قوم عظمت معه الملائكة مقدرين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا قناكم أجمعين فاستخفوا ما أرسلنا إلى آخرين ولما ضرب ابن من أرسلنا قومكم منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه لم تعمل عنه جعل مثل بني إسرائيل ولو نشاء جعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم رسالهم تنبيها والتابعون هذا صراط مستقيم ولا تتنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بن بني قال قتلتكم نحن وأنتم عدو الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فالخطاب معذب يوم أليم هل ينظرون إلا ما قدمهم لا يشعرون الأحلاء يمد بعد عند بدن أدوان إلا متنقين يا عبادنا خفنا عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بأيدنا كانوا مسلمين وضحت عندما أزواجكم تحبرون مطاف على المسهب من ذهب وأكواب وفيها ما تشرصت لذو العين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها ما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا فتعه فيهم إبليس وما دلهم لكن كانوا هم الظالمين وناتوا يا ملك ليقضى على ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم نجواهم بل أرسلنا جهم يغضبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان ربي السماوات والعرش عما يصفون وذرهم يخوضوا حتى يلقوا يهم الذي يوعدون وهو الذي في زمان يغفر أفرد إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات من عنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون شهفة إلا ما شاءهم يعلمون ولئن سألتهم يقولون الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلاما فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفق منكم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات وإن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخل فيه يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم وقالوا مجنون إنا كشف العذاب كنكم عائدون يوم نبطش البطخ وإنا منتقمون ولقد فضلكم وتنعمتم يا عباد الله إني أؤمن أن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عند بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء مجرمون فأسر بعبادي لكم من تبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من تلك القرى وكم غرموا ونعمة كانوا فيها فاكهين قد ظلها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء ضرما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من فرعون
إنه كان عليا من المسرفين ولقد اختم على علم على العالمين وأتمنت ما فيك بلاء مبين إن هؤلاء إن يقولون إنهم محشرين فأنتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أخرجنا نبأ الذين من قبلهم أهلكناهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إلا يوم الفصل منكم أجمعين يوم لا يخلف النعم ولا شر رسلنا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يخلف البطن كخلي الحميم خذوه فعدلوا إلى سواء الجحيم ثم سبوا فرجم داب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام تنظم عيون مسؤول مسؤول تسوى رقم قبلنا كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيك الموت إلا الموتة الأولى وقنعي من فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسلم سمعا لهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض الآيات للمؤمنين وفي خلق الدواب الآية لقوم يوقنون واختلاف النهر ما أنزل الله من السماء بسم الله الرحمن الرحيم تنزل لقوم يعقلون تلك آيات تتلوها عليك بالحق فمن أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وَإِنَّ لَكُمْ لَفِي الْأَنْعَامِ مَسْرَعًا مَسْتَغْفِرًا غَافِرًا مَعَهَا وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ شَرَّ تَخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَخِيمٌ صَبُوشٌ وَلَمَّا تَخَذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى والذين كفروا بأنهم ذبوا مرد أليم لله الله لا تقمن توفيق بأن تمتمتي وعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في الدنيا ذلكم من يتفكرون كل للذين أمن يخفر الذين لا يرتون أيام والحسف ما كانوا يكسبون من عمل سرح سنسا فما من سافع لك ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل رحمهم رزقا من الطيب حتى اللهم للعالمين ما آتينا بينات من الأمر فما اختلفوا لما قالوا إن ربك يطيب فما قالوا فما اختلفوا إن ربك ما كانوا يختلفون ثم تعشرون بهم والتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يخلوا عنك من الله شيئا وإن الله جنب عدم أليا معل والله ولي المتقين هذا بصور حتمت القوم يوقنون أم حسب الذين صبروا وصدقوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيا أمواتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض كل نفس بما كسبت هم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ضله الله عن قسم يقوم جعل على مصوره شاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما يحدثنا متحنا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من لا يخلصون أما أنتم ينبوهم مسامسكون أما مرمة إيمان وأما يدنا وما إنا لنا من لا يبقى وما لهم بذلك إيمان يدنا وما يدنا وما أنتم سنلان قالوا دو بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يخمن ونقلق ولكن أطرتنا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون وترى كل أمة داثية كل أمة عائلة كتابها ألم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب ندق لكم الحق إنا كنا سنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنعرهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن أن تسمع لكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل أن تقوى الساعة الرب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ندن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبتالوا سيدنا عم لحق به ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم وما نسيتم وما كنا رمى لكم من ناصرين ذلكم بأنكم بأن خسر محبنا عن الدنيا ولا يبر خسر منها ولا هم يستعذبون فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.